موسم الصيد زي كل سنة بيبدأ 15/9 بالنسبة لحرفة الجر والصنار وفلايك الصيد اللي هي الصغيرة داخل خليج السويس. النهاردة احنا عندنا مراكب الجر 78 مركب جر، عندنا الفلايك 245 فلوكة، عندنا اللانشات 90 لانش صنار، كلهم بيعملوا داخل خليج السويس. وطبعا العمل داخل خليج السويس ليه حدود معينة، كلنا نعلم أن خليج السويس هو مسطح مائي شبه مغلق بتعمل فيه هذه العائمات لكل عام. لازم يكون كله طبعا جاهز للموسم، مستعد للموسم، والحمد لله كل المراكب واللانشات والفلايك كلها انطلقت وهي مستعدة، وإن شاء الله نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تكون هناك طفرة وزيادة في الإنتاجية بعد توقف دام ما يقرب من 5 شهور، على أساس أن طبعا دي توقف شهور المنع الصيد. لو يعني حبيت أن أنا هقول برضو الفلسفة من قرارات منع الصيد، هي إصدار قرار بتوقف الصيد نهائيا في مسطحاتنا المائية سواء البحر الأبيض أو البحر الأحمر أو خليج السويس، بهدف إعطاء راحة بيولوجية للمسطح المائي وترك الأسماك الصغيرة وإن هي تكبر وإن هي تنمو، على أساس إن هي توصل لمستوى الأسماك الاقتصادية اللي يبدأ الصياد يجيبها وتتعرض على الأسواق. ربنا حبانا وحب مصر بثروة متجددة وهي الأسماك. الأسماك دوت بروتين آمن، يعني ليست هناك تدخل من الإنسان أو تدخل من أي طرف، لكن هي كلها يعني تعتبر أسماك تنمو بفضل الله سبحانه وتعالى في البحار المفتوحة، وبعيدا عن التلوث وبعيدا عن أي أخطار تواجه الأسماك، باستثناء بعض الأماكن التي يحدث فيها حوادث سواء تسرب بترولي أو غيره، لكن هناك تعامل مباشر حفاظا على ثروتنا السمكية وحفاظا على حياة المواطن أيضا. طول عمري من أيام أبويا الله يرحمه كنا في السويس، والحالة اللي كانت موجودة في السويس، فدايما كنت بروح مع الحلقه ومستنى فرصه موسم الصيد ان احنا نجيب السمك بتاع السويس. يعني انا رحت بورسعيد، رحت اسماعيليه، ورحت اسكندريه، ورحت مرسى مطروح، لا سمكنا مختلف، ورحت الغردقه على فكره سمكنا مختلف طبعا، كفايه ان اسمه سمك العنبك. يعني قبل بدء الموسم طبعا ما كانش فيه في السوق غير المجمدات والمزارع، وشعب السويس ما بيحبش لا مزارع ولا مجمدات، بس ان شاء الله الحمد لله يعني الموسم لما بدا من امبارح الدنيا كويسه والاسعار حلوه، كل حاجه الحمد لله موجوده.